بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في قصة الصحابي الجليل سعيد بن زيد رضي الله عنه. سعيد بن زيد رضي الله عنه، وكنا قد انتهينا إلى وفاة والده حينما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبعث في مكة، فرجع مرة ثانية إلى مكة بعد أن قصد بلاد الشام، فرجع مرة ثانية إلى مكة. وهو في طريقه إلى مكة خرج عليه بعض الأعراب فقتلوه، وهو لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد، وكان يلبي وهو راجعا إلى مكة، وكان يقول لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا. ثم لما طعنوه فدعا وقال اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيد، اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيد، ولفظ أنفاسه. وهنا نرى أن الأب الذي يكون عنده شفقة على أبنائه فإنه يدعو لأبنائه بالخير، وهذا نرى عكسه. يعني تجد مثلا كثير من الآباء ماذا يفعلون مع أبنائهم؟ يدعو عليهم أي خطأ يخطئه تبص لقيه على طول يدعو عليه، يحصل لك كذا ويحصل لك كذا، ويصب عليه الدعوات. وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يدعو الرجل على أبنائه. ففي صحيح مسلم أن رجلا قال لبعيره شاء لعنك الله، كانوا بيحرك إيه؟ بيحرك البعير، عايز يتحرك، يقوله شاء، زي ما أنت بتقول له إيه؟ يقول هنا إيه؟ يقول شي، هنا بقول شاء، يعني تحرك، شاء لعنك الله، فيلعن إيه؟ لعن البعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا اللاعن بعيره، من ده اللي بيلعن بعيره؟ قال أنا يا رسول الله، رجل أشار إلى نفسي، فقال انزل عنه، تركبوش خلاص، طالما لعنته انزل عنه، لا تصحبنا بملعون، ما تمشيش معانا شيء ملعون، حتى وإن كانت دبة، حتى وإن كان بعير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، ما تجيش وانت متضايق وانت متنرفز تدعي على نفسك، تدعي ان ربنا ياخدك وان ربنا يعمل لك كذا وان ربنا يعمل لك كذا، لا تدعيش على نفسك. لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم، ده نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم. ممكن مثلا واحد يقول لك انا عايز فلوس، او زوجتك في البيت تقول لك عايزين فلوس، عايزين مصروف، تقوم جاي تدعي على المصروف وعلى الفلوس، مش كده؟ لا تدعو. فقال ولا تدعوا على اموالكم، لا تدعوا على اموالكم. ليه؟ لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. الله عز وجل يقول هل من داع فاستجيب له، تقوم انت تدعي يستجاب لك، يبقى انت دعيت على مالك، انت اللي دعيت على اولادك، انت اللي دعيت على نفسك، يبقى مين اللي ظلم نفسه؟ انت اللي ظلمت نفسك، انت اللي جبت الكلام ده كله لنفسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من هذا. ولكن الهدي، هدي الأنبياء جميعا، أنهم كانوا يدعون لأبنائهم، يدعون لذرياتهم، كما قال تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي
وأصلح لي في ذريتي. فكان دعاؤه بإيه؟ بصلاح الذرية، وأصلح لي في ذريتي، لأن صلاح الذرية يعود على الذرية ويعود على إيه؟ على الأبوين كذلك. صلاح الذرية يعود على الذرية ويعود على الأبوين، يعني يرجع لك أنت لو كنت أنت ابن صالح، هذا يعود خيره عليك وعلى والديك. الله عز وجل يقول سنكتب ما قدموا وآثارهم. فالأولاد من آثار الآباء، إذن أنت من أثر والدك، لو أحسنت يكون لوالدك الأجر والثواب. طب وانت لك أجر ولا ماكش أجر؟ لك أجر ولك ثواب. إذن الدعاء إن ربنا يصلح لك في ذريتك ده لك أنت ولأبنائك كذلك، وأصلح لي في ذريتي. فصلاح الذرية هذا فيه النفع للآباء، يكتب لهم الأجر والثواب طول ما الأبناء بيعبدوا ربنا. افرض أنت علمت ابنك الصلاة، علمت الإنفاق، علمت الجهاد في سبيل الله، علمت البذل والتضحية، علمت الدعوة، طول ما هو بيعمل ويتحرك لله تبارك وتعالى يعود إليك نصيب من هذا الأجر، يعود إليك نصيب من هذا الأجر. فقال تبارك وتعالى وأصلح لي في ذريتي. ثم في آية أخرى قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يعني اجعلني مقيم الصلاة. إبراهيم عليه السلام مش هو لوحده، ومن ذريتي يعني واجعل ذريتي أيضا منهم من يقيم الصلاة، من يتعبد لله تبارك وتعالى، من يقترب إلى الله سبحانه وتعالى. فهو يدعو لنفسه ويدعو كذلك لمن؟ ويدعو لذريته. ربنا وتقبل دعاء. وقال أيضا الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. كلمات الأوامر والنواهي، ربنا عز وجل أمر بأوامر ونهى عن نواهي، فإبراهيم عليه السلام التزم بهذه الأوامر واجتنب هذه النواهي تماما، وكان قدوة في التزامه بالأوامر واجتنابه لهذه النواهي، ففاز بعطاء الله تبارك وتعالى وفضل الله تبارك وتعالى. فأتمهن، أتى بهن كاملات كما أمر الله تبارك وتعالى. فمن الله عز وجل عليه وأعطاه، فقال الله عز وجل قال إني جاعلك للناس إماما. لماذا؟ لأنه طبق الأوامر وانتهى عن النواهي بالضبط كما أمره الله تبارك وتعالى، فكان نموذج ناجحا، فكان نموذجا ناجحا، ولذلك جعله الله عز وجل قدوة للآخرين، قدوة لمن بعده. فقال عز وجل قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم عليه السلام حريص على من؟ على ذريته. حريص على نفسه فقط؟ لا، حريص على ذريته، ولذلك قال ومن ذريتي، يسأل ربه عز وجل أن يكون من ذريته أئمة يهدون إلى الرشد، يهدون إلى الطاعة والعبادة، يعبدون الناس لله تبارك وتعالى. قال ومن ذريتي، يعني اجعل منهم أئمة يهدون بأمر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين. الظالمين لا ينالون عهد الله تبارك وتعالى، يعني معنى كده لا فيش أئمة تاني بعد إبراهيم عليه السلام؟ لا في. كيف هذا؟ من يذكر دليل على هذا؟ مين يذكر أنه ممكن يكون في أئمة؟ الإنسان يكون قدوة وإمام في الخير. ها، لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إيه تاني؟ بالعلم واليقين تنال الإمامة في الدين. مين بقى يجيب الآية؟ ها، قلنا هو بالعلم واليقين تنال الإمامة في الدين. ها، طيب هو اتفضل. وجعلنا للمتقين إماما، ماشي، هذه دعوة ربنا عز وجل يجعله إيه؟ للمتقين إماما. وأيضا أن الإنسان إذا اتقى ربه تبارك وتعالى وأصلح فإن الله عز وجل يصطفيه ويختاره. الأولياء، متى يصبح العبد وليا لله تبارك وتعالى؟
متى يصبح العبد وليا لله تبارك وتعالى؟ هل الولاية انتهت ولا ممكن إنسان يكون ولي تبارك وتعالى؟ بإيه؟ بالإيمان والتقوى، بالإيمان والتقوى. فمن آمن واتقى جعله الله سبحانه وتعالى وليا يهتدى به ويقتدى به في هذا الدين. وقال تبارك وتعالى في هذه الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هؤلاء الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يحقق شرط الإيمان والتقوى يكون ولي لله تبارك وتعالى وجعله إماما كما طلب وأراد إبراهيم عليه السلام. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال أيضا ربنا تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، انظر ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إذن يطلب أن يكون من ذريتي أمة تسلم وتعبد الله تبارك وتعالى وتكون عاملة بأمر الله سبحانه وتعالى. زكريا عليه السلام كذلك قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لما وقف زكريا عليه السلام وفي المحراب وكان يصلي قال هنالك دعا، لما رأى مريم تتعبد ورأى الآيات والمعجزات هنالك دعا زكريا ربه. ماذا قال؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. أيضا زكريا عليه السلام قال واجعل، قال إيه؟ قال هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إذن يسأل ربه عز وجل أن يهله من لدنه ذرية طيبة ولي يرثني، يعني يرث هذه العقيدة ويرث هذا الدين، يرثني وليس هذا فقط ولكن يرث هذا الولاء لله تبارك وتعالى ويرث الأنبياء من بعده، يرث دينهم ويرث عقيدتهم ويرث مبادئهم التي كان يعمل بها. وهذا من الإيمان بالله عز وجل، أن تحب أن يستمر الخير فيك وفي ذريتك وفي الأجيال التالية من بعدك، أنك أنت تحب أن هذا الخير وهذه الإمامة وهذا الدين وهذه القيادة تستمر حتى يعني ينتج في هذا المجتمع أجيال كثيرة تعبد ربها تبارك وتعالى وتتوالى الأجيال تلو الأجيال وهي تتعبد لله تبارك وتعالى. فالإنسان يدعو ربه بالذرية الطيبة، يدعو ربه بهذه الذرية التي تحمل الرسالة والتي تؤدي الأمانة حتى يستمر هذا الدين وحتى يكتب له الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. وقال أيضا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. انظر يسألون ربهم عز وجل أن يجعل لهم أيضا من ذريتهم ما تقر به أعينهم. ولا تقر عين الإنسان إلا بعبد يعبد ربه تبارك وتعالى. يعني أنت لما ترزق بغلام ويكون شقي هل تقر عينك به؟ لا طبعا، لا تقر عينك إلا بإنسان يعبد ربه تبارك وتعالى ويتقرب إلى الله عز وجل. الشاهد إن الإنسان لا يدعو على ذريته ولكن يدعو لهم. وده العجيب إن هو كان يعني في سيرة سعيد بن زيد رضي الله عنه، إن زيد نفسه عند وفاته يتذكر من؟ يتذكر الذرية. وما الذي يتذكره لهذه الذرية؟ يتذكر لها الصلاح ويرجو لها أن تفوز بالخير الذي لم يحقق، بالخير الذي لم يصل إليه، وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان المبكر بالرسول صلى الله عليه وسلم. لأن زيد كان يبحث عن ملة إبراهيم، كان يبحث عن الحنيفية السمحة لم يجدها،
ولكن لما أدرك أنها ستكون في مكة بنبي جديد حث الخطى على أن يصل إلى هذا النبي وأن يؤمن به، ولكنه قتل لم يستطيع أن يصل إلى هذا الهدف العظيم. فحينها دعا ربه تبارك وتعالى أن تستمر هذه النية ويستمر هذا العمل، وأن يلحق ولده بهذا الخير وبهذا الركب المبارك، ركب الأنبياء والصالحين. فدعا ربه تبارك وتعالى وقال: اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا. وتلاحظ منة ربنا عز وجل عليك إنك أنت تتولد تلاقي أبوك مسلم وأمك إيه؟ مسلم. إنك أنت تجد نفسك في خير، مفيش عناء، مفيش مشقة، مفيش يعني أي صورة من صور تلوث العقيدة، ولكنك بتتولد تبقى حافظ بسم الله الرحمن الرحيم وذكر الله عز وجل، مش كده؟ كل الحاجات دي بيحفظها لك مين؟ أبويك وأنت في الصغر. فهي منة من الله عز وجل إن أنت تولد لأبوين مسلمين لسه يعني لم تتشرد ولم تتشرذم ولم تذهب هنا وهناك بحثا عن الدين، لا، أنت ولدت في هذا الدين العظيم. فهي منة ونعمة من الله تستحق الشكر. الإنسان يشكر ربنا ويحمد ربنا إن هو اتولد مسلم، ولذلك يحافظ على هذا الإسلام الذي ولد عليه. فقال: اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيد. وكما ذكرنا فاستمرار الخير فيه استمرار الأجر والثواب لوالد يعني لوالد سعيد. يعني زيد هذا حينما يؤمن ابن سعيد لا شك أن كل عمل يعمله سعيد سوف يرجع في أجره وثوابه إلى من؟ إلى والده الذي كان سببا في هذه الهداية. ولكن تستغرب أن سعيد رضي الله عنه لم يلقى والده زيد، أبوه هو جاي في السكة قتل، فهو لم يعرف خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفش لأن والده مسافر وهو رجع في السكة قتل. من الذي يعرف خبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوالد، لكنه قتل. لكن دعوة الوالد استمرت أم لم تستمر؟ استمرت. وكان من آثار هذه الدعوة المباركة الطيبة إنما يتقبل الله من المتقين. هذا الرجل كان أمة، زيد هذا كان أمة، حتى ابنه لما كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تعرف أبي، أستغفر له؟ يعني أبويا ده ينفع أستغفر له؟ فقال: إنه يبعث وحده يوم القيامة، يبعث أمة وحده يوم القيامة. فزيد كان على دين وعلى ملة وعلى عبادة، دعاؤه كان له أثر بقي لولده. ولذلك بمجرد ما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان سعيد رضي الله عنه من أول الذين سابقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. وهذا كان من فضل الله تبارك وتعالى وبركة هذه الدعوات الصالحات التي بقيت للولد. قال: وشاء الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعوة زيد، فما إن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام حتى كان سعيد بن زيد في طليعة من آمنوا بالله وصدقوا رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأكيد لعجب، لا نتعجب من ذلك. لماذا لا نتعجب؟ قال: ولا غرو، فقد نشأ سعيد في بيت يستنكر ما كان عليه قريش من الضلال. سعيد نشأ في بيت، إيه حال هذا البيت؟ يستنكر ما عليه قريش من الضلال. البيت كله بيستنكر عبادة الأصنام، يستنكر هذه الفواحش والمنكرات، يستنكر الظلم والظلمات التي تعيش فيها قريش. سعيد نشأ في بيت هكذا، وهنا يبدو لنا أثر البيت الذي يتربى فيه الإنسان، أثر البيت الذي يتربى فيه الإنسان. هل بيتك له أثر على سلوكك؟ هل له أثر على أخلاقك؟ له أثر على مش؟ هو له أثر، له أثر، بس مش دايما يكون زي ما احنا متخيلين إن البيت وحش يبقى الأولاد لازم يطلعوا وحشين، لا مش شرط، بل بالعكس أحيانا البيت يكون محضن للكفر، كبيت والد إبراهيم عليه السلام. ده كان بيصنع الأصنام، هو اللي كان بيصنع الأصنام، ومع ذلك خرج إبراهيم عليه السلام نبي بل أبو الأنبياء،
وكان أبوه صانع الأصنام ومن أكبر عباد الأوثان. فالبيت كان بيت على ضلال وانحراف. الابن خرج إيه؟ هذه منة الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولكن نقول بيت سعيد رضي الله عنه كان بيت ملؤه الإيمان. هل تأثر سعيد بهذا الإيمان أم لم يتأثر؟ تأثر، تأثر إيجابي. الفطرة السوية تميل دائما إلى ما يحبه الله ويرضاه. إبراهيم عليه السلام نشأ في بيئة غير سوية تعبد الأصنام، لكن قلبه مال إلى عبادة الرب تبارك وتعالى، لأن هي دي الفطرة السليمة. حتى وإن كان وسط الأصنام، أنت لا تتحجج تقول بيتي يسبون فيه الدين والعياذ بالله، بيتي يشربون فيه المخدرات، بيتي يلعبون فيه الميسر، بيتي يفعلون فيه كذا، كيف ألتزم؟ لا ممكن تلتزم، لأن قلبك المستقيم السوي يميل إلى الفطرة، يميل إلى ما يحبه الله ويرضاه. مهما كان البيت فيه شوائب ومنكرات، لكن الإنسان إذا أراد القرب من الله سبحانه وتعالى وأراد الهداية وبحث عن أسبابها فإنه سوف يوفق إليها. العبد سوف يوفق إلى هذه الأسباب. سعيد كان بيته ملؤه الإيمان، البيت كله كان يبحث عن الله تبارك وتعالى، يبحث عن معبود يعبده، يدركون هذه الأصنام لا تصلح للعبادة، واثقين أن هذه الأصنام لا تصلح للعبادة، ولكنهم لا يعرفون ماذا. فالبيت كان بيت تقي نقي، يبحث عن رب يعبد. ولذلك مال سعيد إلى هذه الفطرة بمجرد ما سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى إله واحد لا شريك له، استجاب لهذه الدعوة وتحمل تبعات هذه الدعوة. فالبيت له أثر، البيت له أثر على سلوكك. ولكن نقول إن المسلم لابد أن يتميز في سلوكه، حتى إن كان في انحراف في الأسرة في البيت، لكنك تعرف الحق. لماذا لا تلتزم به؟ لماذا لا تتمسك به؟ لماذا لا تعمل بهذا الحق الذي عرفته وتنجرف وراء الشيطان؟ تقول هو البيت كله كده؟ لا، المجتمع كله كده. لا تنجرف. بيّن الله عز وجل لنا طريق النور وطريق الظلام، بيّن لنا الطريقين، وأنت عليك أن تسلك. أرسل الرسل وأنزل الكتب وبيّن الطرق، فأي طريق تسلك بعدما بيّن الله عز وجل لك كل الطرق بأوضح بيان، هذا طريق الرحمن وهذا طريق الشيطان بأوضح بيان. فالعبد لابد أن يميل بفطرته وقلبه وجوارحه إلى عبادة ربه تبارك وتعالى. فنشأ سعيد رضي الله عنه في هذا البيت الطيب، والبلد الطيب يخرج نباته طيب، هكذا قال ربنا تبارك وتعالى، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. البلد الطيب، الأرض الطيبة تنتظر الماء ينزل عليها فيحييها فتخرج الثمار الطيبة. أما الأرض الخبيثة السبخة الرملية إذا نزل عليها المطر لا تنتفع به. هكذا القلب، القلب الطاهر والقلب الخبيث. القلب الطاهر إذا نزل عليه وحي انتفع به وتعامل مع ربه تبارك وتعالى وانتفع بهذا الوحي فارتقى وسمى. أما إذا كان القلب فيه خبث والعياذ بالله فإنه لا ينتفع بهذا الوحي، ينزل الوحي ويسمع الوحي لكنه لا ينتفع بهذا الوحي. ورأيتم أهل قريش كلهم كان يسمع القرآن، لكن إن شطروا شطرين، منهم من آمن ومنهم من كفر. هؤلاء انتفعوا بالوحي وهؤلاء لم ينتفعوا بالوحي. فكذلك الإنسان إذا كان قلبه طاهر نقي سوف ينتفع بالتذكرة، ينتفع بالموعظة. أما إذا كان في قلبه خبث فإنه لا يخرج إلا نكدا، لا ينال خير من هذا، رغم أنه يسمع النصيحة لكنه لا ينتفع بهذه النصيحة. لماذا؟ لأن في القلب مرض، القلب ما زال فيه الخبث يحتاج إلى تطهير إلى تنقية حتى يعود القلب كما خلقه ربنا تبارك وتعالى
قلبا نقيا. فقال: فلا غرو، فقد نشأ سعيد في بيت يستنكر ما كانت عليه قريش من الضلال، وربي في حجر أب عاش حياته وهو يبحث عن الحق، ومات وهو يركض لاهثا وراء الحق. هذا رجل بذل حياته سعيا عن الوصول إلى الدين الحق. وهكذا الإنسان يجب أن يلهث وراء الحق، أن يتعب حتى يصل إلى الحق. ما تقولش أنا تعبت، لا ما تتعبش، استمر في البحث حتى تصل إلى ما تريد، حتى تحقق أهدافك. لابد من التعب، لابد من الكد، لابد من المشقة دون ملل. هذا الرجل حياته كلها بذلها دون ملل، ومات وهو في آخر أنفاسه يدعو باستمرار هذا الأمل، أن يبقى هذا النور في ذريته، أن يرث هذا النور الذي لم يرى، أن يبقى هذا النور في ذريته يعود إلى سعيد رضي الله عنه. فهذا يدل ويؤكد ويوضح أن صلاح الآباء له أثر في صلاح الأبناء، صلاح الآباء له أثر في صلاح الأبناء. تذكرون قصة في سورة الكهف، هؤلاء الفتية الذين كان لهم الجدار وكان أبوهما صالحا، فلصلاح الأبوين حفظ إيه؟ حفظ المال، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. انظر ليه؟ لصلاح الآباء. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. انظر، رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. هكذا صلاح الآباء ينفع الأبناء. ولذلك أنت كرجل كبير لابد أن تحرص على صلاح ذاتك، وأن تصلح ذات بينك وبين ربك تبارك وتعالى، حتى يخرج هذا النبت الجديد نبتا صالحا مؤمنا. اليوم مثلا تسأل شاب، بتقول له أنت تمشي مع البنات وتعكسهم، ترضى كده؟ ترضى كده لأختك؟ يقول لك أنا الحمد لله ما عنديش أخت. طب ترضى كده لأمك؟ يقول لك الحمد لله ماتت. هو مش فاكر ان هو ممكن يتجوز ويبقى عنده زوجته وعنده بنته وكله سلف ودين لا يذكر هذا؟ ان هذه الاشياء لا تضيع. فالانسان لابد ان هو يصلح ما بينه وبين ربه في شبابه، حتى اذا كبر وتزوج وانتج كان النتاج وكانت الاسرة اسرة طيبة واسرة مباركة باذن الله تبارك وتعالى. ولم يسلم سعيد وحده، وإنما أسلمت معه زوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر ابن الخطاب. انظر، الرجل عندما أسلم لم يسلم وحده، ما قالش نفسي نفسي، لا مش دلوقتي نفسي نفسي، نفسي نفسي دي يوم القيامة. لكن طول ما أنت على وجه هذه الأرض لابد أن تبحث كيف تأخذ بأيدي الآخرين للنجاة من النار. لن يهدي الله بك رجلا واحدا، خير لك من حمر النعم. كيف أخذ بأيدي الآخرين؟ كيف أنقذهم من النار؟ ورأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص حرصا شديدا على إنقاذ الناس من النار. عم أبو طالب هو في نهاية عمره، رجل طاعن في السن 70 سنة 80 سنة، وهو بيموت النبي عليه الصلاة والسلام يقول له كلمة أحج لك بها عند الله، قل بس لا إله إلا الله. وفينا على رأس الكفار يقولون ترى بعملة عبد المطلب، فكان آخر ما قاله أنه على ملة عبد المطلب، فمات. لكن تخيل لو أن هذا الرجل أسلم، كان هيفيد الإسلام بإيه؟ ده رجل طاعن في السن، كان هيفعل بإيه؟ لا شيء. لكنه رصيد، لكنه أجر وثواب، لكنه نجاة فرد من النار. وهذا الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان روحه تقعقع خلاص روحه بتطلع، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قل لا إله إلا الله. فهذا الغلام ينظر إلى والده يهودي، والده يهودي، ينظر الغلام إلى والده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله، فينظر الغلام إلى والده، حتى قال هذا الرجل اليهودي لابنه أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، قول أنت الشياطين، رغم أنه يهودي لكن يقول له أطع أبا القاسم. فنطق الغلام الشهادتين ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا
يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. انظر القضية انك تنقذ الناس من النار، مش انت تدعوهم عشان هم يخدموا في هذا الدين، خدمتهم في هذا الدين ده شرف لهم، لكن القضية الأهم ان هم ينقذوا من النار، ان هو ما بقاش هالك. المهم ان احنا نعبد الناس لله تبارك وتعالى، اما كونهم يعملون في دين الله عز وجل فهذا شرف لهم، لو ان الله عز وجل اختارهم واصطفاهم لعملوا وبذلوا في هذا الدين. لكن الذي يهمك انت ان تخرجه من الظلمات الى النور، ان تكون سببا في انقاذه ونجاته من النار. فهكذا كان الشأن ان سعيد رضي الله عنه لم يرى انه يفوز بالاسلام وحده، ولكن مباشرة تكلم مع زوجته وأسلمت. وزوجته من؟ فاطمة بنت الخطاب. فاطمة بنت الخطاب، تعرفون من الخطاب؟ فاكرين الخطاب في قصتنا دي كان بيعمل ايه مع زيد أبو سعيد؟ هذا من لطمه على وجهه. زيد ده ما كانش صغير، لكن عنده 70 سنة لما اتلطم على وجهه. انظر ما كانش طفل صغير، كان عنده 70 سنة لما اتلطم على وجهه من الخطاب. الخطاب هو من دفع بالصبيان وراء زيد يقذفونه بالحجارة ويسبونه حتى أخرجوه خارج مكة. الخطاب هو من حاصر زيد في شعار مكة حتى يمنعه من دخول مكة. بنته تسلم، بنته فاطمة تسلم. أخت مين فاطمة؟ عمر بن الخطاب. أشد الناس في الجاهلية على الإسلام، أشد الناس في الجاهلية على الإسلام، تسلم فاطمة بنت الخطاب. هذا نصر ولا أزمة؟ نصر ولا أزمة؟ هو نصر، بس نحن على أبواب أزمة. لماذا؟ لأن هذه فاطمة بنت الخطاب وأخت عمر ابن الخطاب، سيتركونها خلاص ببساطة كده؟ تسلم ببساطة؟ فاكرين عملية يعني وردية وإن الديمقراطية منتشرة والحرية واخدة حقها؟ ليس الأمر كذلك، لا ديمقراطية ولا حرية، لا ليس هناك أي شيء من هذا، ولكن لا يمكن أن يتركوها تسلم، لابد من الإيذاء والعذاب والإضطهاد، لابد. هذه سيرة لابد أن تدور على كل من يدخل الإسلام في هذه المرحلة. وفعلا لقد لقي الفتى القرشي من أذى قومه ما كان خليقا أن يفتنه عن هذا الدين، يعني تعرض لأذى، الأذى هذا يكفيه أن يخرج عن هذا الدين، شدة الأذى تخليه ممكن يخرج عن هذا الدين، كفيلة بأنها تخرجه من هذا الدين. يبقى حجم الأذى كان إيه؟ ما كانوش بيهزروا معاه؟ ما كانوش بيدوله أفعين كده ولا كهرباء 5 فولت؟ لا، ما فيش كلام من ده، دي صواعق، ضرب بعنف، ضرب قتل. تذكرون في قصة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، كانوا يضربونه. أبو ذر الغفاري هو اللي بيوصف هو كان بيضرب إزاي، يقول كانوا يضربونني لأموت. عارف لما تيجي تتعارك وتضرب واحد بغشمية عشان تموته؟ هم كده كانوا بيضربوه عشان يموتوه، مش بيضربوه عشان ياخد له مثلا 10 غرز ولا 12 غرزة، لا، ده بيضربوه عشان يموت. كانوا يضربونني لأموت، ضرب موت يعني، ما كانوش بيهزروا. وهنا أيضا مع سعيد كانوا يضربونه، كانوا يأذونه أشد الإذاء، إذاء كفيل أن يفتنه عن هذا الدين. لكن الذين يؤمنون ويضحون من أجل هذا الدين يصبرون أمام هذه الفتن. الذي يؤمن إيمانا صادقا بالله تبارك وتعالى لا تزعزعه الفتن، لا تزعزعه هذه الأمواج العاتية. لماذا؟ لأنه كالجبال الراسية، آمن بالله تبارك وتعالى، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعوة أبيه. إذن لابد أن يصمد ويثبت رضي الله عنه مهما تعرض للفتن والإذاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عود، الفتن وراء بعضها كقطع الليل المظلم. الفتن تعرى لعبد فتن كتيرة جدا، شهوات، شبهات، فتن مال، فتن حياة، ملؤها الفتن. لكن العبد ما موقفه من هذه الفتن؟
العبد المؤمن لابد ان هو يصبر، لابد ان هو يصمد مهما تعرض لإذاء، مهما تعرض للبلاء لابد ان هو يصبر. لماذا يصبر؟ لان في نهاية الطريق الجنة، في نهاية الطريق الجنة. لكنه لو لم يصبر سينزلق ويسقط، والذين يسقطون على الطريق كثير، الذين يسقطون من قطار الدعوة وهو يجري كثير. ولا يثبت إلا من آمن وحسن إسلامه. أما الذين كانوا يعبدون على حرف هؤلاء ينزلقون مع أول موجة تأتي عليهم. سعيد تعرض لفتن وإذاء وابتلاء كان كفيلا أن يفتنه عن دينه، لكنه صمد رضي الله عنه وتحمل. لكن قريش بدلا من أن تصرفه عن الإسلام، انظر، استطاع هو وزوجه أن ينتزع منها رجلا من أثقل رجالها وزنا وأجلهم خطرا. بيفتنوه عشان يصرفوه عن الدين، لكن انظر رد فعل المؤمن الصادق الذي تربى على الإيمان والعمل لدين الله عز وجل. هما بيفتنوه وهو بيشد فيهم، بيأخذ منهم. هل فاز؟ نعم، فاز برجل من أثقل رجالهم. يعني هما بيضربوه هو بيشد منهم، وهم بيأذوه هو يدعوهم وينصحهم، حتى وصل أنه استطاع هو وزوجه أن يأخذ رجل من أثقل رجالها. تفتكر مين؟ عمر بن الخطاب. مين يصدق أن عمر بن الخطاب يأتي؟ مين يصدق؟ ده كانوا بيقولوا لو أسلم حمار عمر يبقى يسلم عمر، ده حاجة من شبه المستحيل يعني. وأسلم عمر رضي الله عنه. انظر مع شدة الإذاء، هو يؤذى ويبتلى، يحول الهزيمة النفسية إلى نصر، يحول الإذاء والبلاء إلى نصر، إلى مجد. انظر كيف استطاع أن يسلب رجل من أعظم رجالهم عمر الخطاب. هو لوحده ولا هو وزوجه؟ هو وزوجه. الأسرة المسلمة تعمل في سبيل الله، مش الراجل لوحده اللي بيعمل. الزوجة تعمل في سبيل الله، مش تعمل في السوبر ماركت وتعمل في المحلات وتعمل في الشركات الحكومية، لا، تعمل في سبيل الله. والرجل يعمل في سبيل الله، الرجل يعمل والزوجة تدعمه وتؤيده، مش الرجل يعمل والزوجة تعرقله، سيبني برا ليه، سيبني قاعدة لوحدي ليه، سيبني ليه، وتفضل مسكنه الصوانة سيبني ليه، وبعد كده تشيل الصوانة دي تحط الصوانة تانية، ما بشوفكش ليه، ما بشوفكش ليه، شيل الصوانة دي تحط الصوانة تالتة، ويفضلوا مشغلين عندها هارد ديسك عمالة تطبع عليه ولا لا. الزوجة صالحة، الزوجة صالحة تدعم زوجها، يقول لها أنا أذهب هنا، تقول له مع السلامة، مع البركة، تصحبك السلامة، وفقك الله، أيدك الله، تدعي له كلام حلو بيتقال. شو الله رايح هنا؟ سيبني افطر لوحدي، رايح هنا وبعدين مش هتسحر معانا، رايح هنا يعني مش هتغدى ويانا، فيش في الدنيا غير اكل وشرب وسحور وفطور، فيش غير كده؟ فيش غير كده في الدنيا؟ الزوجة تعين زوجها على طاعة الله تبارك وتعالى، وتحثه على العمل لدين الله عز وجل، فهي هو وهي يعملان لنصرة دين الله. سبب في ان عمر الخطاب ياتي. المرأة كان لها شأن والآن لها شأن آخر. زمان المرأة كانت مكرمة، مع أن العرب كانت تهين المرأة وتذل المرأة، بل كانت تقتل النساء. وزيد لو تذكرون كان واحد ممن يحيون الموؤودة. فاكرين كان بيعمل إيه؟ كان يرى الرجل يدفن ابنته، شوف الرجل بيدفن بنته حية، يروح له يقول له اعطيني اياها اكفلها، يجي واخدها من التراب ويربيها عنده في البيت حتى تكبر، فلما تكبر يعرضها على والدها، يقول لها تاخذها ام تتركها. والله البنت لما تكبر عندها 10 سنين و11 سنه ممكن بقى ايه والدها يحن ليها، فاما اخذها واما تركها. لو تركها كان زيد ينفق عليها حتى تكبر وتتزوج وتعيش في اسره، كان يحيي الموجوده. انظر يهتم زيد بتكريم المرأة
واحترامها وتقديرها. أما الآن فأصبحت المرأة سلعة رخيصة، سلعة رخيصة على صفحات الجرائد، على صفحات المجلات، على شاشة التلفاز. لا يمكن تباع جريدة إلا إذا كان عليها صور نساء عارية أو شبه عارية، وكلما كانت الصور أكثر عريا كانت الجريدة أكثر بيعا، كانت من أوسع الجرائد انتشارا، لا للمادة العلمية والثقافة التي بها، لا، ولكن للخبث والفحش الذي بها. فأصبحت المرأة أداة لنشر الفحشاء والمنكر، بل ويدبرون لها حتى تكون أسوأ من ذلك تحت شعار المساواة بين الرجل والمرأة. كيف هذا ولم يساوي الله عز وجل بين الرجل والمرأة؟ هذا رجل وهذه مرأة، هذه لها قدرات وإمكانيات وهذا له قدرات وإمكانيات. لا المرأة تستطيع أن تعمل ما يعمله الرجل، ولا الرجل يستطيع أن يقوم ببعض ما تعمله المرأة. هل الرجل هذا يستطيع أن هو يحمل ويرضع؟ هذا ليس له. المرأة لا يمكنها أن تبذل جهد في العمل ولا أن تنزل إلى ساحات العمل. هل رأينا امرأة تعمل في البنة، تشيل أسمنت وطوب وتطلع في الزلط وتحط الخرسانة؟ شفناش الكلام ده؟ النساء لا يتحمل. ولكن ممكن بقى المجتمع الحالي يضغط حتى تكون المرأة قضية، بقت حاجة نجم أو إمام يصلي بالناس، هبل وخبل، إمام يصلي بالناس وشوف الصف بتبقى نسخة، الصف نسخة، يعني حاجة مهزلة. رجل ومرأة في الصف في الصلاة، رجل ومرأة، رجل ومرأة، والمرأة لابسة طرحة كده أكنها جايبة شراب لابسة على راسها. رجل ومرأة، رجل ومرأة، إيه ده؟ أين أين الرجولة؟ رجل ومرأة جنب بعضهم، واللي بيصلي إمام مرأة. إيه الأغلبية ديت؟ دي أغلبية ساحقة، دي أغلبية ساحقة. إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا والمرأة مبسوطة، بقت إمام، بقت إمام، مش حاسة إن بيضحك عليها، مش حاسة إنها بتساق إلى النار والعياذ بالله، وتبقى إمام والدنيا تتكلم عليها شوية وبعدين كل ده نور بينطفئ. ما الباطل، كل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. طلع إمام تاني بعدها، طلع خطيب يخطب تاني بعدها، ولا خطيب تاني ولا إمام، هو منظر واحد عاملينه يفتعلون هذا المشهد حتى يعلموا الناس أنهم يساوون بين الرجل والمرأة. والمرأة في أوروبا مهانة، المرأة في أمريكا توضع في البتارين، يمر الرجل عليها فإذا عجبته امرأة يفعل بها الفحشاء في البتارين، مش بقى مالكان خشب ولا طوب ولا حجارة زي اللي عندنا في، لا، بني آدمين أجساد حية تقف في البتارين هكذا. انظر إلى أي درجة وصلت هذه السلعة، إنها تكون سلعة رخيصة بهذه الدرجة، وإن هذه بيوت، بيوت الدعارة ترخص وتكون شيء طبيعي وشيء عادي في هذه الدول، إن هذه النساء تستخدم كآلات. لا شك إن هذا ازدراء للمرأة. أين كرامة المرأة وأين ستر المرأة؟ انظر، هؤلاء يأمرون المرأة بالعري، بالتكشف، بالتفحش، والإسلام يأمرها بالستر والحجاب والتبتل لله تبارك وتعالى. فرق كبير جدا بين الدين الذي يقي المرأة ويأخذ بيدها إلى النجاة، والدين أو الباطل الذي يعمل على تدمير المرأة وتدمير المجتمع. المرأة في الماضي كانت أداة للبناء، تبني مع الرجال، تدعو إلى الله عز وجل. أما الآن أصبحت المرأة معول هدم في المجتمع. اليوم 90% من فتنة الشباب بمن؟ بالمرأة، بالمرأة، إما حب وغرام، إما يلهث وراءها لشهوة، إما مراسلات، إما حوار على الشات في النت ومن النت، إما صور خليعة وساقطة، إما أغاني ماجنة. هذه المرأة معول هدم. لماذا لا تلتزم؟ أقول لك بحب فتاة ومش قادر أسيبها، مش كده؟ لماذا لا تلتزم؟ فعل الفاحشة مع فتاة ومش قادر يصلح غلطته. لماذا لا تلتزم؟ فتاة 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 فتاة، مصايب. إذن أصبحت معول هدم. انظر إلى حياة أبو ذر رضي الله عنه، لما أسلم ورجع أسلم معه أخوه وأمه، ثلاثة في أسرة، الأسرة بأسرها
تحركت تدعو إلى الله. إيه ثمرة هذه الحركة؟ حركة نسائية من الدرجة الأولى، مش حركة نسائية، حركة نسائية من ياهم بتاعت الأيام ديت، لا دي حركة نسائية من الدرجة الأولى. ثمرة هذه الحركة النسائية إسلام نص القبيلة. إيه رأيك بقى؟ إسلام نص قبيلة غفار، والنص الثاني ناوي يسلم، بس بعد ما الرسول عليه الصلاة والسلام يهاجر وتستقر أحواله. إذا المرأة كان لها دور في البناء والتشييد، ما كانش بيضحك عليها، لم تكن العوبة يلعبون بها ويفعلون بها ما يشاءون. نرضى أي إعلان ساقط هابط تجد عليه صورة امرأة، مصح لا تجد صورة امرأة، كاوتش عربيات صورة امرأة، بيع خنازير صورة امرأة. ايه ده؟ امتهان لكرامة المرأة. ويقولون حرية المرأة والمرأة والمرأة، هؤلاء يضحكون عن المرأة. الإسلام هو الدين الوحيد الذي كرم المرأة ورفع من قدرها وشأنها، لكنهم لا يعقلون. المهم أن زوجة سعيد رضي الله عنه فاطمة بنت الخطاب أسلمت، وأسلم معها زوجها، وتحرك جميعا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وثمرة هذه الدعوة واحد من الجبال الراسية، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكانوا سببا في هذا الخير العظيم الذي عاد على هذه الأمة. قوة الإيمان تجعله يحول من الصعاب سهلا. انظر كيف خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، خرج من الصخور من شعاب مكة، أسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصخور. وسط الصعاب وسط الشدائد تجد الرجال يخرجون هكذا، كلما كانت الشدة وخرج الرجال كانوا أقوياء كالنبت الذي يخرج وسط الصخور. كيف يكون حاله وشأنه؟ انظر إلى نبات تزرعه مثلا في أرض طرية، بس يطلع النبات عضو طري، أما نبات يخرج في صخر أو في أرض صلبة تجد أن هذا النبات قوي وصلب، لا يستطيع أحد أن يقطعه أو يمزقه. هكذا خرجوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن زيد يخرج وسط هذه الصعاب، وسط هذا الضغط، وسط هذه الحروب، وسط هذه الفتن القاتلة، لكنه يصمد لأنه ذو عقيدة وذو إيمان راسخ يرتقي به إلى السحاب. وكذلك نشأ بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وضع سعيد بن زيد طاقته الفتية الشابة كلها في خدمة الإسلام. سعيد أسلم، كان شاب عنده 20 سنة إلا، يعني 19 سنة 18 سنة. ده سعيد بن زيد. ماذا فعل سعيد بن زيد بفترة شبابه؟ ماذا فعل؟ هل كان يقضيها في معصية الله تبارك وتعالى؟ لابد أن تنظر ماذا تفعل أنت في شبابك، وانت عندك 19 سنة و 18 سنة ماذا تفعل؟ هل تضيع هذه الطاقة الفتية القوية في معصية الله عز وجل، في معاكسة النساء، في شرب المخدرات، في البعد عن دين الله تبارك وتعالى، وفي حرب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تفعل بهذه الطاقة؟ كلنا عندنا طاقة، ماذا قدمنا لدين الله؟ فترة شبابك، فترة حيويتك ونشاطك، ماذا قدمت لدين الله تبارك وتعالى؟ لابد أن تسأل نفسك. سعيد بن زيد رضي الله عنه لم يفتر عن الطاعة، لم يتوقف عن العبادة، لم يتوقف عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتخلف إلا في غزوة واحدة، جميع الغزوات خاضها مع النبي صلى الله عليه وسلم، غير التكليفات التي كان يأخذها من النبي عليه الصلاة والسلام ويتممها، ويدعو إلى الله تبارك وتعالى، ويتعبد، يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن ويتعلم العلوم الشرعية. عنده توازن في حياته، عنده توازن في حياته كلها. فوضع سعيد رضي الله عنه طاقته الفتية كلها، بذلها كلها لله تبارك وتعالى. ونحن في مثل عصرنا هذا تجد ان الشباب طاقته الفتية مهدرة مضيعة، ممكن يكون عن قصد او عن غير قصد.
تجد حتى هذه البرامج التعليمية التي يتعلمها الشباب في هذه السن بماذا ينتفعون؟ بماذا ينتفعون؟ بص لقي الشاب بيدرس، عمال يدرس يدرس ويخلص دراسة، نقول انتفعت بإيه في الدراسة بتاعتك؟ ها؟ طلعت إيه في الآخر؟ فهم إيه في الآخر؟ يقول لك ولا حاجة. هبدأ أتعلم من صفر بقى، أروح أشتغل صبي ميكانيكي، ولا أروح أشتغل في ورشة خراطة، ولا أروح أشتغل نجار، ولا أروح أشوف لأي شغل أنا أي صنع. طب والشهادة واللي واللي الحاجات دي كلها، ده إهدار للوقت، ده إهدار للوقت. وكما ذكرنا أن يعني إدارة التربية والتعليم قد لخصت هذه القضية، قضية التعليم، في أنها وجاهة اجتماعية. التعليم ده كله إيه؟ وجاهة اجتماعية. كما ذكرنا كذا تتزوج معك شهادة إيه؟ يقولها بكالوريوس ينفع يتجوز، دبلوم ينفع يتجوز. لا لا ما عيش حاجة، لا بقى نشوف لك واحدة ما عيش حاجة هي كمان، مش كده؟ بقى للجواز بس، للجواز بس. لكن ده الدبلوم وعمل ايه؟ لا اشتغل ولا خلى. بكالوريوس وعمل ايه؟ ولا حاجة خالص. ده مسكين، ده تعب اكتر من الاولاني، لا اشتغل ولا حاجة، والاتنين مرميين تحت عمود اركن اركن اركن، مش كده؟ النهاردة احنا 90% من بلدنا اركن، ويجي يقول لك احنا خلاص فرص للشباب 150,000 فرصة، مليون فرصة، وتسمع ارقام فلكية اكنهم بيعدوا الرمل. ايه ده؟ كل دي فرص. لو قضينا على البطالة وقضينا على الامية وقضينا وقضينا، كل حاجة تقضى عليها تقضى عليها، حتى الشعب بتقضى عليه، فيش حاجة فاضلة، كله تقضى عليه، كله تقضى عليه، ما الذي بقى؟ فنقول ان سعيد ابن زيد رضي الله عنه لم يكن عنده جامعة يدرس فيها ولا وقت يضيعه، ولكن بذل طاقته الفتية في طاعة الله عز وجل. طب الأخ يروح الكلية ده يبطل يعني يروح كلية؟ لا، يبذل طاقته الفتية داخل الكلية في طاعة الله عز وجل والدعوة إلى دين الله عز وجل، ويعبد الناس، فضلا أن يجد هؤلاء النساء العري في الجامعة يدعو إلى الله عز وجل. الرجال مش بيدعو النساء؟ ليش دعوة النساء؟ أنت تروح تدعو الرجال، تدعو الرجال الذين يقفون مع الفتيات والذين يفعلون كذا وكذا. صبيان كثير، الرجال كثير، لماذا لا تدعوهم إلى دين الله عز وجل؟ طاقتك الفتية بذلها في طاعة الله تبارك وتعالى، في الدعوة إلى الله عز وجل، في تعلم العلم الشرعي، في حفظ كتاب الله عز وجل، في التدريس، في الجهاد في سبيل الله. لابد أن تبذل طاقتك الفتية في طاعة الله تبارك وتعالى وفي خدمة هذا الدين. إذ أنه أسلم وسنه لم تجاوز 20، أقل من 20 سنة، فشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا بدرا، فقد غاب عن ذلك اليوم. لماذا؟ تفتكر غاب ليه يعني؟ مش عايز يجاهد المرة دي؟ أول غزوة وخايف؟ لا، مش كده أبدا، لأنه كان في مهمة كلفه إياها النبي صلى الله عليه وسلم. كان فين؟ كان في مهمة تانية النبي صلى الله عليه وسلم كلفه إياها، كلفه إياها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيكلفه. الجندي لا يختار مكانه، ما يقولش أنا عايز هنا، أنا عايز هنا، دي غزوة بدر، دي أول غزوة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم مش عايزه يشارك فيها، عايزه في حتة تانية، يسمع ويطيع، ولا أنا شايف نفسي في غزوة بدر؟ يسمع ويطيع. الجندي لا يختار مكانه، ولكن يسأل أين مكاني؟ هنا اتحط، يبذل، إن كان في الساقة كان في الساقة، في أي مكان يوضع يبذل لدين الله عز وجل. هل النبي عليه الصلاة والسلام يحرمه من غزوة بدر؟ لا يحرمه من غزوة بدر، ولكنه يأخذ الأجر ويطيع النبي صلى الله عليه وسلم، وينفذ تكليف آخر أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظ العمل الجماعي بقوة، هذا جندي لا يتحرك إلا بجندية، أين مكاني؟ هنا، فيعمل. اترك الغزوة، يترك الغزوة، اذهب هنا، يذهب هنا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتم النصر إلا بتوزيع الأدوار وتوزيع الأعمال. فكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر آخر قام به وأداه رضي الله عنه، وأسهم مع المسلمين
يعني ساهم وشارك مع المسلمين في استلال عرش كسرى وتقويض ملك قيصر، وكانت له في كل موقعة خاض غمارها مع المسلمين مواقف غر مشهودة وأياد بيض محمودة. فتح وانتصر وكان له أثر. عرش كسرى وقيصر ساعد في انهيارهما. انظر، كل مكان له فيه أيادي بيض. له فيه إيه؟ يعني له فيه أيادي بيض، له أثر. ببص في إيدك له أثر، مش إيدك بيضة وإيدك حمراء وإيدك سوداء، لا، له أثر. هكذا المخلص ترى أثره لكنك لا تسمع صوته، تشعر وترى آثاره لكنك لا ترى شخصه، لكن ترى أثره. الرجل الصادق له بصمة في كل الأعمال، له وجود غير مرئي في جميع الأعمال. من يسمع عن زيد؟ عن سعيد بن زيد؟ حتى يسمع عن سعيد بن زيد في حاجات كثيرة، لكن سعيد بن زيد له أثر وله بصمة وله تواجد وله أياد بيض في كل عمل كان يتحرك فيه المسلمين، كل عمل، بس مش ظاهر، مش باين، لأنه لا يعمل للشهرة، رغم أنه مشهور، رغم أنه من العشرة المبشرين بالجنة، في أكتر كده شهرة، لكنه لا يسعى إليها، يحرص أن يكون مغمور لا يراه أحد، لا يشعر به أحد. هكذا كان يرغب سعيد رضي الله عنه. ولعل أروع بطولاته تلك التي سجلها يوم اليرموك، فلنترك له الكلام، هيحكي لنا موقف من مواقفه يوم اليرموك. قال سعيد بن زيد رضي الله عنه: لما كان يوم اليرموك كنا 24,000. كان عدد المسلمين كم؟ 24,000 نحو ذلك، يعني 24 حاجة يسيرة. فخرجت لنا الروم في 20,100,000، يعني كم؟ 120,000، يعني نسبة كم لكم؟ 1:5، 1:5، 120 قدام 24، 5 × 24 ب120، صح كده ولا الحسبة غلط؟ 1:5، 1:5، يعني جندي واحد قدامه 5 جنود من الروم، 6، قول 5، خلينا في الأقل، 1:5، يعني إحنا خمس جيش الروم، هل يمكن أن نقاتلهم؟ أمر صعب. وبعدين ده في بلادهم ولا في بلادنا؟ ها؟ اليرموك دي في بلادهم ولا في بلادنا؟ دي في بلادهم هم، يعني إحنا اللي رايحين لهم. رحنا إحنا 24,000، لقينا قدامنا 120,000 عاملين زي كتل الجبال، كتل بشرية تتحرك أمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وأقبلوا علينا بخطى ثقيلة كأنهم الجبال تحركها أيد خفية، كأنها جبال مشية، مش عارفين إيه المشية، جبال أرقام فلكية. 120,000، خد بالك 120,000 زمان دول كانوا كتير جدا، لأن البشرية كلها كانت كام؟ دي يمكن البشرية كلها ما تجيش 1,000,000، النهاردة بيموت في العراق بس 1,000,000، بيموت في الجزائر بس 1,000,000، مش كده؟ حاجات بسيطة، أرقام يسيرة، يموت في نجازاكي وهيروشيما 1,000,000، بص الملايين بقت هايفة إزاي؟ مبقاش ليها وزن، مبقاش ليها قيمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن 120,000 دول كانوا حاجة رهيبة، كانت أرقام فلكية. 24,000 ده جيش عاتي، جيش قوي، جيش جرار. تخيل كده لما جيش جرار قوامه 24,000 يلاقي 120,000 قدامه، ومش كده وبس، وأمامهم القساوسة. قادة الجيش ما هوش الجنرال والحكمة يار واللي مش عارف ايه وايه وايه الكلام ده والرتب، لا، القساوسة. انظر، حرب صليبية منذ اللحظة الأولى، ده من أيام اليرموك. ده إيه ده؟ ده حاجة، ده احنا في سنة تقول مثلا كم هجرية؟ 30 مثلا هجرية، 29 هجرية، والحرب لسه صليبية، ولسه بيطلع القساوسة على رؤوس الجيش،
ويصلوا صلوات ويقولوا ترانيم. إذن هذه حرب قديمة ليست حديثة بين الإسلام والنصرانية. وإن هذه الجيوش وهذه التكتلات تكتلات نصرانية. عندما تنظر إلى هذه التحالفات التي تحدث، تحالفات أوروبية مع تحالفات أمريكية، كلها تخضع تحت الصليب وتحارب حرب يسمونها حربا مقدسة، ويباركها القساوسة والرهبان والأساقفة، هم الذين يباركون. وقادة الحرب يصورون وخلفهم الصلبان، يصورون وخلفهم الصلبان، بل ويقولون أنها حرب صليبية. إذا الحرب على الإسلام حرب صليبية، حرب واضحة لا تحتاج إلى تقارب الأديان ولا مؤتمرات تقارب الأديان، وهذا الخلل والخبل لا تحتاج إليه، بل تحتاج إلى الولاء والبراء. هؤلاء كفار وأنتم مسلمون، لابد من هذا التميز، لابد من هذا الوضوح في العقيدة. اليوم الناس نسوا أن اليهود والنصارى كفار، بل وتتعلم الأجيال الصاعدة في كتبهم أن هذا محمود يصادق مرقس وأن إبراهيم يصادق جرجس، وأصبحت هذه هي التي بعد ما كنا نسمع عن الوسعاد، فاكرين الطيام عادل وسعاد؟ النهارده بقى مرقص وجرجس. ده عادل وسعاد كانوا احسن، كانوا متبرجين لكن كانت ارحم. لكن اليوم اصبح هذا محمود وهذا جرجس وهذا مرقص، وبيت عم مرقص اتحرق، عم محمود راح يساعده ويطفي الميه، ونادى المسلمين والمسلمين دخلوا طفوا الحريقه بتاعت عم جرجس، والعمليه هاصت جرجس ومرقص لكنها في كاتدرائيه. كاننا في كاتدرائيه. اصبح الحال صعب. هذا تلويس وتدنيس لعقائد البشر. لابد من الوضوح في هذه العقائد. حروب صليبية حاقدة منذ اللحظة الأولى، منذ اللحظة الأولى، منذ حرب اليرموك، ويسعى أمامهم القساوسة. وإحنا لما نعمل حرب يطلعوا قدامها مغني يغني ويفضل يقول بقى أناشيد وطنية وأحلب بسماكي وبترابك، يحلب بغير الله يا راجل، ده حتى شرك. مش كفاية هزيمة 67 كمان بتقول لحن بترابك وسماك يا راجل روح موت؟ مش معقول. انظر هؤلاء قساوسة يصلون وترانيم والله والأب والأم، وأنت هنا تقول سمائي وأرضي. حاجة صعبة. رفوا روح معنوية للجنود، كانوا بيصرفوا كل جندي سورة مثلا عبد الحليم حافظ مثلا ولا سورة أم كلثوم، يسمع جنزرة الجنازير الدبابات داخلة بقى وعمالة تك تك، يطلع الصورة يبص فيها. إلهام، إلهام مين؟ لا إلهام ولا غير إلهام، يرمي الصورة ويجري ويبص لقى الدبابات طلعت تجري وراهم، مش كده؟ اتخذت سينا دي فد ايه؟ اتخذت فد ايه يا حاج؟ 6 أيام كانت خالصة، 6 أيام كانت خالصة، خدوها مشي، خد بالك ده مشي، خدوها مشي، يعني لو في أسرع من كده كانت خلصت بسرعة. دي ايامها كانت الدبابات تعبانه والعربيات المصفحه تعبانه ومشي على الاولاني، خدوها ماشي، سينا دي خلصوها ماشي، ويا ريتهم قابلوا حد في السكه. دي الناحيه الثانيه لما عدوا الضفه بقى، خلينا احنا في بتاع الضفه ده. 6 أيام كانت خالصه، خالصه، مفيش حد لا يقاوم ولا يجاهد ولا يقول انتوا فين، سابوا البتاع وغيرهم أكلهم قطيع من الغيه من الأغنام، سووا بلد وغيره، ويرجعوا هنا بقى في مصر يصوتوا ويغنوا ويقول لك إحنا لازم نحقق ولازم ننتصر ونفوز ونعمل، والهزيمة ورا الهزيمة ورا الهزيمة. ولما ينتصروا يقول لك بس اقفل السجل، الحمد لله متقفل على النصر، إحنا بعد كده لا حرب ولا سلم، خلينا كده، لا لنا دعوة بده ولا لنا دعوة بده، احنا خلينا شخصيات محايدة. لعودنا بقى بنسمع اناشيد وطنية ولا حتى غير وطنية، العملية اتباعت فعادش فيها وطنية، بقينا في سلام دائم لا حرب معه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الدنيا تولع حوالينا واحنا مالناش دعوة، عشان الزرع نحصده والمحصول نلمه ونطحن القمح وناكل العيش ونمشي جنب الحيط ولغاية ما تعدي ايامنا، مش كده؟ وتنتشر بقى الشعارات عيش نملة تاكل سكر،
ما انت لازم برضو الشعارات اللي هي بتاعت الهزيمة النفسية ديت طبعا لازم تحس بيها. امشي جنب الحيط، تمشي تحت الحيط، المعاني دي كلها هي معاني الهزيمة. الانسان بيتهزم، فيش اي نوع من الانتصار او النظرة الى الامام. هؤلاء اتوا 120,000 على رأسهم القساوسة، صلوات وابتهالات ودعوات، والمسيح وما المسيح، ينصرهم وينصرهم، والصليب ويرفع ونزل، وماشيين طبعا المسلمين بصهم حاجة مرعبة. 120,000 وكمان قساوسة وأساقفة، ويصلون والجيش يردد. مش كده بس، دول عمالين يقولوا ترانيم والجيش عمال يقول الترانيم وراهم، فصوتهم عامل ايه؟ كده بتقول النشيد الوطني، حاجة تهز كده، هوت حاجة لها صوت قوي. فلما رآهم المسلمون على حالهم هذه هالتهم كثرتهم، وخلط قلوبهم شيء من الخوف. خلط قلوبهم شيء من الخوف، شيء من الخوف. المسلمين قلوبهم ما دخلش فيها الخوف كله، ما تلعبوش. ولكن شايف 120,000 قدامك وعمالين يصلوا ويرنموا ورافعين صلبان، اكيد خوف، شيء من الخوف يدخل الى قلبك، لابد من دفعه ورده، لان الخوف من اعظم اسباب الهزيمه. الخوف من اعظم اسباب الهزيمه. الانسان لو خاف من خصمه سوف يهزم. حتى انك لو تسير في الطريق ورايت كلب اللي بيهوهو في الشارع هذا، لو انك خفت وجريت الكلب هيجري وراك ويعضك. لكن لو انك صمت وصبرت ومشيت زي الراجل جنب الكلب ولا هيعمل لك حاجه. علماء النفس يقولوا ان هذا الحيوان يشعر بخوف الانسان، لان الانسان لما بيخاف بيفرز نوع من العرق له رائحه معينه يشمها الكلب، يعرف اللي خايف فيجري وراك ويعضك. لكن لو انت صمت ومسكت نفسك وتمالكت اعصابك هو اللي هيخاف منك ولن يجرؤ ان يفعل شيء معك. المهم ان المسلمين دخل في نفوسهم شيء من الخوف. عند ذلك اول ما لقوا الخوف دخل في نفوس الجند، ماذا نفعل؟ قام ابو عبيده بن الجراح، كان قائد الجيش، يحض المسلمين على القتال، فقال: عباد الله، هؤلاء عباد السلطان، اما انتم عباد الله. قال: عباد الله، انصروا الله ينصركم، انصروا الله ينصركم، تحديد الهدف، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تثبيت الأقدام من الله تبارك وتعالى، النصر من الله تبارك وتعالى. عباد الله، اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر، ومرضاة للرب، ومضحضة للعار. اصبروا، هذا الصبر ينجيك من الكفر، هذا الصبر يرضي الرب، هذا الصبر يدحض العار، يطرد العار، يحقق النصر والانتصار. الثبات على ايه؟ على المبدأ، الثبات على الدين، الثبات على الالتزام. لو انك ترى فتن امامك ماذا تفعل؟ تترك دينك؟ تترك التزامك؟ ام تثبت؟ قال: اثبتوا. قال: عباد الله، اصبروا، فان الصبر منجاة من الفقر، ومرضاة للرب، ومضحضة للعار. وأشرعوا الرماح، طلع الروح بتاعك جاهزه عشان ترمي، وأشرعوا الرماح قال: وأشرعوا الرماح واستتروا بالتروس. ترسل هو ايه؟ حائط الصد. قال: طلع سيفك او رمحك واستتر بالترس، دافع عن نفسك وابدأ ارمي، والزموا الصمت، محدش يتكلم. التانيين عمالين يهمهمهم ويهوهوهم، عمالين يقولوا الترانيم بتاعتهم، نحن ماذا نفعل؟ إلزم الصمت، إلا من ذكر الله. تذكر الله، أنت تذكر الله في نفسك، كل واحد يذكر. مش هنعمل حلقة الصوفية بقى، لم الجيش 24,000 وهو لا، مفيش، مش وقت هوهوة. كل واحد يذكر الله عز وجل وحده منفردا. قال: إلزم الصمت إلا من ذكر الله عز وجل في أنفسكم. كل واحد يذكر ربه في نفسه، كل واحد يكون لسانه رطب بذكر الله عز وجل. لما الجند 24,000 واحد يذكر الله، كل واحد يذكر بطريقة مختلفة، هذا خير عظيم جدا. هذا يدعو، هذا يستغفر، وهذا يتوب إلى الله، هذا يكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يقول لا إله إلا الله.
الأذكار والأدعية كثيرة 24,000 يرددون حتى آمركم إن شاء الله. خليكم مستعدين لغاية ما يجيلكم الأمر إن شاء الله. انظر ربانية العمل، ربانية التوجيه إن شاء الله. عندما يأذن ربنا عز وجل سيأتيكم الأمر. هو لا يتحرك من تلقاء نفسه، هو لا يتحرك ببراعته وخبرته، ولكن ينتظر مشيئة الله تبارك وتعالى حتى يأذن له الرب عز وجل فيشرع في هذه الحرب توجيهات ربانية ترفع الحماس في القلوب وتنزع الخوف الذي ألم بهذه القلوب. فالقلوب التي خافت لا يقويها إلا ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فبذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك ذكرهم بالله وأمرهم أن يلتزموا وردا من الأذكار. كل واحد يقف يذكر ربنا لغاية ما أقول لكم اذكر ربنا ساعة 2-3-10 يوم 2 مش مشكلة. الورد الواجب الآن ذكر الله. لماذا ذكر الله؟ حتى ينتشر الأمن والأمان والطمأنينة وتطمئن القلوب. القلوب التي ارتعدت وخافت تحتاج إلى طمأنينة. كثرة الذكر تطمئن القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انظر تفعيل هذه الآيات واستخدامها في حياتنا يشعر بالخوف فيذكر الله. واحد يقول لك أنا ذكرت ربنا ولسه خايف. ليك أنت ما عرفتش تذكر ربنا؟ ليك ذكرت ربنا مرة وخلاص؟ لا، تكثر تكثر من الطرق. واذكر الله كثيرا. انظر ذكر الله إيه؟ ذكر الله الكثير الكثير. فذكر الله الكثير هو الذي يحقق الأمن والطمأنينة في قلوب العباد. عند ذلك خرج الرجل لما أبو عبيدة اتكلم فخرج الرجل من الجيش. راجل ما هوش قائد، لا هو قائد كتيبة ولا قائد سرية ولا هو قائد جناح في الجيش، لا لا ده راجل عادي جدا طلع من الجيش. فقال رجل من صفوف المسلمين لأبي عبيدة بيقول له إني أزمعت على أن أقضي أمري الساعة. بيقول له أنا نويت إن أنا أموت النهاردة دلوقتي خلاص، يعني ناوي يدخل في سلوك الأعداء ويموت. قال إني أزمعت أمري الساعة، أنا أن أقضي أمري الساعة، فهل لك من رسالة تبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول إني أزمعت على أن أقضي أمري الآن، عزم على أن يقضي أمره الآن. بيسأله هل لك من رسالة تبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى صدق الإيمان. عارف أنه هو لما هيموت هيلقى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يلقاه، عنده إيمان بأنه سيلقى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له أنا نويت أموت النهاردة، عايز تقول حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مالوش أنت بتخرف؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ لا، لأنها حقائق، معاني صادقة حقيقية. فكان تفاعل إيجابي، كلمات تلهب الحماس. هقول لك أنا نويت أموت دلوقتي في سبيل الله، عايز حاجة، عايز رسالة تبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أنه سوف يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء، يدرك أنه سيلتقي بهؤلاء. انظر إلى اليقين، انظر إلى عمق الإيمان. فقل هل لك من رسالة تبلغها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وده مش غرور، ده إخلاص. ودي حاجة خطيرة جدا إنك أنت تقدر تحدد الإخلاص بهذه الدرجة. أنت مش تقول كده أنا هموت النهاردة، عايز حاجة تقولها للنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تكون مغرور، فاكر نفسك خلاص يعني وهتقابل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لازم بالصدق. فهو صادق ولذلك يقول هذه الكلمات المخلصات. يرد عليه أبو عبيدة يقول نعم، مالوش إيه بقى اللي أنت بتقوله دوت ولا سفهه، لا حقيقة. يقول له نعم تقرئه مني ومن المسلمين السلام. وده أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته. أما تيجي تكلمه مباشرة ولا تسلم؟ تسلم. أقرئه مني
ومن المسلمين السلام، وتقول له يا رسول الله إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وكأنهم يرون الجنة وكأنهم يرون هذه الفتوحات العظيمة. قال إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. لما تسمع هذه الكلمات وانت في الجيش تنام تكسل ولا تلتهب حماسا وتتحرك لنصرة هذا الدين؟ قال إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال سعيد لما سمع الكلام والحوار ده، قال سعيد فما إن سمعت كلامه، كلام مين؟ كلام الرجل، كلام الرجل، فما إن سمعت كلامه ورأيته يمتشك حسامه، يعني بيطلع ايه؟ بيطلع سيفه، ويمضي إلى لقاء أعداء الله. شاف منه كم حاجة؟ عمل حاجات، ثلاث حاجات. أول حاجة اتكلم، سمعه هو بيتكلم، فما إن سمعت كلامه ورأيته وهو يمتشق حسامه، مش منظر برضو لا كلمتين وخلاص ولا منظر بيعمله كده فهلوة قدام الناس، لا، ويمضي إلى أعدائه. حاجة حقيقية، ناس ما بتمثلش، مفيش خداع، لا يتكلم ولا ينفذ، لا، هذا يتكلم وينفذ، يتكلم وينفذ، رجل صادق، كلمات قالها تبع هذه الكلمات بعمل ثم حققه بالتحرك إلى أعداء الله. من هذا الرجل؟ من هذا الرجل الذي سيقتدي به سعيد رضي الله عنه؟ انظر، قال فما إن سمعت كلامه ورأيته يمتشق حسامه ويمضي إلى لقاء أعداء الله حتى اقتحمت إلى الأرض. أول ما شاهه بيعمل كده، سمع كلامه، شد حسامه وبيجري بيدخل في وسط الأعداء، ماذا فعل سعيد؟ يقول رمى نفسه على الأرض، هبط على الأرض بقوة، نزل من على الفرس ونط على الأرض. ماذا يفعل؟ ينتظر ليرمي أعداء الله. قال اقتحمت إلى الأرض وجثوت على ركبتي وشرعت رمحي، رفع رمحه كده بيصوله حتى يرمي به، وشرعت رمحي وطعنت أول فارس أقبل علينا. أول فارس جاي، من يضربه؟ سعيد بن زيد، أم ضرب الفارس. ثم واثبت على العدو وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف. أول رمية رماها، لا بقى قال أنا صاحب الضربة الأولى ولا الضربة اللي مش عارف إيه، لا، وضربة أولى وضربة آخرة، نزل من على الفرس وضربه، وبعد ما ضربه كل الخوف اتنزع من قلبه، كل الخوف. مين اللي نزعه؟ الله. ما تنساش، خد بالك بيقول إيه، يقول حتى نزع الله كل الخوف الذي كان في قلبي، كل الخوف اللي كان موجود في قلبه، وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف، كل اللي كان في قلبه الخوف انتزعه الله سبحانه وتعالى. مين اللي نزع الخوف من قلبه؟ الله سبحانه وتعالى. انظر، سعيد بن زيد لا ينسب شيء إلى نفسه، ما يقولش أنا رميت الرمية وحسيت بشجاعة وجرأة واقتحمت العدو والخوف راح من قلبي، مش هو اللي عمل كل ده، ربنا هو اللي من عليه ونزع الخوف من قلبه. ما تنساش ربانية العمل، ما تنساش انك انت اللي ربنا من عليك، انت كنت خايف من شوية، مين اللي نزع الخوف من قلبك؟ الله. ما تنساش في وسط الحرب، ما تنساش الله، ما تنساش الله، ان الله عز وجل هو السبب في هدايتك، هو السبب في شجاعتك، هو السبب في انتصارك، هو السبب في بقائك، هو السبب في استشهادك، هو السبب في حياتك. لا تنسى الله سبحانه وتعالى. ولكن نرجع ونقول، من هذا الرجل الذي تأثر به سعيد لدرجة ان هو ينزل من فرسه ويرمي نفسه على الأرض ويرفع الرمح ويضرب به أول ضربة؟ مين الرجل ده؟ حد يعرفه؟ حد يعرفه منكم؟ ولا أنا ولا التاريخ. رجل مجهول، هذا من الأتقياء الأخفياء الذين يقولون لله
الذين يعملون لله لا يذكرهم أحد ولا يعرفهم أحد، ولكن تبقى آثارهم. هذا هو الصدق، أن تبقى الآثار. مين ده؟ اسمه إيه؟ شكله إيه؟ عمل إيه؟ لا، ده ألهب الحماس في قلوب الجند وكان صادقا ودخل إلى ساحة الوغى، وتبعه بعد ذلك رجل من المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد رضي الله عنه، وضرب الضربة الأولى وبعدها فتحت المعركة وكان النصر العظيم بعد ذلك. قال رضي الله عنه: حتى نزع الله كل ما في قلبي من الخوف. العمل لدين الله عز وجل ينزع الخوف من القلوب، مهما هددت ومهما أوزيت ومهما ابتليت، لو أنك تستمر في العمل لدين الله عز وجل الخوف ينزع من قلبك، لا تجد رهبة، لا تجد خوف، لا تجد اضطراب، ولكن تجد الطمأنينة والسكينة مهما كان الإذاء. ففار الناس في وجوه الروم، هذه رجلين، الأول تحرك، تبعه سعيد. حركة نفرين اثنين كان السبب في ايه؟ كان التسبب في تحرك جيش قوامه 24,000 يهجمون على الروم، يهجموا 24 بيهجموا على 120,000. نزع الله كل الخوف الذي كان في قلوبهم، وما زالوا يقاتلونهم حتى كتب الله للمؤمنين النصر. سبحان الله، مين يتصور ويتخيل ان ممكن 24,000 ينتصروا على 120,000؟ لا يمكن الا بفضل الله، لا يمكن الا بتوفيق الله والاخلاص لدين الله تبارك وتعالى. شهد سعيد بن زيد بعد ذلك فتح دمشق، فلما دانت المسلمين بالطاعة جعله أبو عبيدة بن الجراح واليا عليها، استكمل الحروب، دخل في فتح دمشق، انتصر المسلمين ودخلوا دمشق، فلما فتحها عينه أبو عبيدة والي عليها، فكان سعيد بن زيد أول من ولي إمرة دمشق من المسلمين، كان أول واحد يلي إمرة دمشق من المسلمين كان سعيد بن زيد رضي الله عنه. وفي زمن بني أمية طالت به الحياة، ففي زمن بني أمية وقعت لسعيد بن زيد حادثة ظل أهل يثرب يتحدثون بها زمنا طويلا، حتى الصالحين والمبشرين هؤلاء من الممكن أن يتعرضوا أيضا بعد ما أصبحوا مبشرين بالجنة، ممكن يتعرضوا للإيذاء. من مين؟ من المسلمين، مش من الكفار، على ايد المسلمين مش على ايد الكفار. طب يعمل ايه؟ يصبر، يصبر. هذا رجل من المبشرين بالجنة، تخيل هو يتهم، تخيل هو يساء به الظن، ماذا يفعل رجل كهذا؟ شاهد الحروب، انتصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تابع السيرة الحسنة مع الخلفاء الراشدين، وبعد ذلك يتهم رضي الله عنه. ماذا حدث؟ قال ذلك أن أروى بنت أويس زعمت أن سعيد بن زيد قد غصب شيئا من أرضها وضمها إلى أرضه، وجعلت تلوك ذلك بين المسلمين وتتحدث به. أروى بنت أويس ادعت أن سعيد بن زيد أخذ حتة من أرضها، أرضه جنب أرضها، وكانوا حاطين طوبة حجارة مبنية حدود بين الأرضين، ما يفكروش بقى كل واحد عارف أرضه. جت الرمال دارت الحجارة، كترت الرمال، الحجارة مش باينة خالص، بقت كلها كأنها أرض صايحة على بعضها. في بئر في الأرض تبع سعيد بن زيد، أروى تدعي أنه لها وأن سعيد اغتصبه منها، أخذت تلوك ذلك بإيه؟ بلسانها، عم تتكلم في وسط المسلمين، سعيد بن زيد عمل وخلى، سعيد بن زيد عمل وخلى، دي مسلمة، وبتتهم سعيد بن زيد الرجل الفذ الفريد التقي النقي الورع الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم عهده كله، تتهمه انه ياخد حتة أرض. تساوي ايه حتة أرض دي؟ ده كان بيموت في سبيل الله، هيبص الأرض؟ هيبص الأشفار؟ هيبص الأبيار؟ لا، لا يكون هذا. لكنها ادعت عليه أنه أخذ جزءا من أرضها، ثم رفعت أمرها إلى مروان بن الحكم، مش كفاية كلام، لا، دي رفعت أمرها للوالي
مروان ابن الحكم كان والي المدينة المنورة. طبعا والي المدينة المنورة جت له شكوى، بس في مين؟ ده مش واحد عادي من الرعية، ده في سعيد بن زيد. بقى في قمة الحرج، هعمل ايه مع سعيد بن زيد؟ هبعت له محضر يجيبه؟ هبعت له بوكس ياخده؟ صعب قوي، ما ينفعش مع سعيد بن زيد الكلام ده، ما ينفعش. فكان في حرج شديد، كيف يتصرف مع سعيد بن زيد؟ فأرسل إليه مروان أناسا يكلمونه في ذلك. فمروان استلطفا عمل إيه؟ بعت له ناس يكلموه في البيت، بعت له ناس يكلموه في البيت، إن أروى بتتكلم وبتقول كذا كذا، ودي حقها لو تاخد منها حاجة. يعني عايزين يحلوا الموضوع إيه؟ بشويش بهدوء، من غير ما يوصل للقاضي والوالي ومحكمة وقضية، من غير ما يوصل للمعاني دي كلها. فبعت له ناس. فصعب الأمر على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقى ناس جاي تكلمه ان انت واخد قطعة ارض من اروى، صعب عليه نفسه جدا. انا تتهموني باخد حتة ارض؟ ماذا تساوي هذه الارض؟ انا ابحث عن الجنة وانتم بتزوروا على الارض. فزعل جدا ان الصحابة ممكن تتخيل انه ممكن ياخد حتة ارض، صعب عليه التصور ده. فهذا الحزن شديد جدا. وقال يرونني اظلمها، شايفين أنا ممكن أظلمها؟ يرونني أظلمها؟ كيف أظلمها؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. يعني اللي يسرق شبر من الأرض يتحط في رقبته زي الطوق كده من 7 أراضين، مين يقدر يشيل؟ حط في رقبتك طوق 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 من 7 أراضين في رقبتك، طوقه يحمله، أمر صعب جدا. كيف أظلمها؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. مش ممكن أظلمها. طب الحل إيه؟ الحل إيه؟ في شهود. الحل إيه؟ رح نعمل إيه؟ هي بتدعي وهو بيقول ما حصلش، إيه الحل؟ دعا، قال: اللهم إنها قد زعمت أني ظلمتها، فإن كانت كاذبة، فإن كانت كاذبة فأعمي بصرها، فأعمي بصرها وألقها في بئرها الذي تنازعني فيه. قال: يا رب هي بتدعي ان انا ظلمتها، لو كانت كاذبة اعمي بصرها وألقيها في هذا البئر الذي تنازعني فيه. يعني بتقول ان هو بتاعها، يا رب اعمي بصرها وخليها تتقلب في البئر ده. دعا عليها وساب لها الارض. وأظهر من حقي نورا يبين للمسلمين أني لم أظلمها. يلقى ربنا أن ربنا يعميها ويوقعها في برها ويبين الحق أن الأرض بتاعتي أهي وأرضها أهي. انظر، يحافظ على صورة الصحابي، يهمه جدا أن صورة الملتزم ما تتهزش، مش عايزين يهز صورة الملتزمين، مين ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا ونشوه صورة الملتزمين. لا، مش عايز ربنا ينصره بس، لا، ده عايز كمان ربنا يظهر الحق ويبين ان انا ما ظلمتهاش ومش ممكن الظلم يحصل مني. ولم يمضي على ذلك غير قليل حتى سال العقيق وادي في المدينة بيسيل بالامطار ومية كتير جدا. فسال الوادي دوت، نزل على ارضها وارض مين؟ وارض سعيد. مية نزلة جارية، جرفت ايه؟ الرملة اللي كانت مخبية الحدود، قعدت تجرف في الرملة تجرف في الرملة لغاية ما بانت حدود الارض. الطوب اللي كانوا حاطينه بين الارضين ظهر. البير فين؟ عند سعيد مش عندها، اخبرك. هذه واحده. فكشف عن الحد الذي كان يختلفان فيه، وظهر للمسلمين ان سعيدا كان صادقا، ولم تلبث المراه بعد ذلك الا شهرا حتى عميت. بعد شهر من السيل اصابها العمى، وبينما هي تطوف في ارضها تلك سقطت في بئرها، وهي بتطوف في الارض وماشيه قامت واقعه فين؟ واقعه في البير، ماتت جوه البير. يبقى ايه اللي حصل؟ ربنا استجاب دعوه سعيد، عمى بصرها والقاها في بئرها واظهر الحق، الحدود اهي، لم اظلمها. قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه: فكنا ونحن غلمان نسمع الانسان يقول للانسان اعماك الله كما اعمى الاروى. مثل ده بيضربوه، بقت قصه، بقت مثل. لما واحد يظلم واحد ويكون كذاب
واحد يظلم واحد ويكون كذاب يقول له أعماك الله كما أعمى الأروى، يعني كانت ظالمة كاذبة فأعماها وقتلها في بئرها. ولا عجب من ذلك، استغربش ليه؟ مين ده؟ ده سعيد بن زيد. مين سعيد بن زيد؟ أحد العشر المبشرين بالجنة، واحد ممن يستجاب دعاؤهم. انظر، مظلوم كيف لا يستجاب دعاؤه. قال ولا عجب في ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما بالك بقى لما يكون مظلوم دوت هو سعيد رضي الله عنه. توفي سعيد رضي الله عنه بعد ذلك بالعقيق، بنفس المنطقة اللي كان ساكن فيها دي، توفي بالعقيق اللي هو الواجهة في المدينة. فحمل إلى المدينة بعدما مات في العقيق، حملوه لغاية المدينة ودفن بها، وكان الذي غسله هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ونزل في قبره سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهما. من نزل عشان يدفنه؟ سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنه. وكان ذلك في عام 50 هجرية أو 51 هجرية، وكان له يوم مات 74 سنة، 73، 75، 76، يعني عمره كان في السبعينيات. أسلم هو عمره بـ 20 سنة، أقل من 20 سنة. مات هو عمره قول 25 سنة. بذل لدين الله عز وجل كم سنة؟ 50، 55 سنة، 55 سنة بذل لدين الله، عطاء في دين الله، ما بين العلم والعمل والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ونشر الدين، 55 سنة يبذل لدين الله تبارك وتعالى. احنا نسأل نفسنا احنا بذلنا ايه؟ اعمار بتجري والناس بتموت والايام بتنزوي، ماذا قدمنا لدين الله تبارك وتعالى؟ سعيد بن زيد رجل عنه واحد من المبشرين بالجنة، نسأل الله عز وجل ان يلحقنا بنبيه وبأصحاب نبيه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.